الحالات التحكيميه اللي بتيجي على النادي الاهلي وبتتحسب بطريقه خاطئه، مش في يعني، وخصوصا في ضربات الجزاء. دلوقتي شفنا رامي ربيع قبل كده، وشفنا النهارده عمرو السولي وقبل كده كان في ركله جزاء لوليد سليمان ما اتحسبتش في ماتش الزمالك. طيب احنا كلجنه حكام ما بنجيبش الحالات ديت وبنقعد نتكلم فيها ونقول للحكام دي مثلا حصل خطا في الحته الفلانيه، حصل خطا في الحته الفلانيه، لا احنا بنلاقي يا كابتن ان الاخطاء دايما ضد النادي الاهلي متكرره. هو كابتن خلينا انا اتكلم في نقطه ان كل اسبوع او كل اسبوعين بيتعمل محاضرات للحكام للي هم لعبوا المباراه اللي هي مثلا الاسبوع 28 او 29. كويس. بيتم عرض الحالات دي كلها على الحكام. كويس. سواء الحكام الروابع او الحكام الاضافيين، ويشوفوا ايه الاخطاء اللي هم وقعوا فيها عشان الكل يستفيد منها. كويس. انا بقول حاجه مهمه كابتن ايمن، لجنه الحكام هو زي المدرب، في حكم مجتهد بيشتغل على نفسه كويس بتاع كابتن علاء، بيهتم بالمباراه مركز فيها كويس قوي قوي قوي، مش شاغل نفسه بحاجات تانية خالص. وفي حكم بيبقى مش مهتم، بيقول دايما للحكام من فضلك هذه المباراه دي تحديد مصير فرقه ممكن تهبط ممكن تنزل، من فضلك يا حكم من فضلك اجتهد وابذل كل جهدك عشان تنجح، لان اي خطا تحكيمي بيأثر في نتيجه المباراه. تاني بنقول لجميع حكامنا النجاح التحكيمي لابد انك انت تشتغل على نفسك كويس قوي. بص يا كابتن، معانا حاله رامي ربيعة اهي. نفس الحاله دي احنا اتكلمنا فيها، ما جاتش فيها وحللناها قبل كده كابتن ايمن، اللي فات جبنا جون ولا غاش هنا ركله جزاء، وهنا الفار برضك استدعى محمود عاشور وكانت الحاله يعني برضك ما جاتش فيها نتكلم فيها. نتمنى ان شاء الله كابتن ايمن ان احنا التحكيم الفار تجربه جديده، مره ان شاء الله الحكام بتشتغل ولجنه الحكام بتشتغل مع الحكام، وكان النهارده في معسكر للمراقبين عشان خاطر يقدروا ان هم كمان يراقبوا على الفار الجديد. اتمنى التوفيق للتحكيم المصري، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي وكل الفرق اللي موجوده في الدوري الممتاز، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المباراه الصعبه اللي بره، ويكون التحكيم كمان يا رب جيد، لان مهم جدا وبقول اهو من دلوقتي ان بره في الوداد محتاجين حكم يا كابتن ايمن، حكم يكون جامد شخصيه قوي يحمي لعيبه النادي الاهلي في ماتش باذن الله ان شاء الله. كابتن نشكرك شكرا جزيلا مره ثانيه يا كابتن ناصر، واللقاء في مباراه قادمه ان شاء الله. وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي ونادي مصر النهارده، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-0. الف مبروك للنادي الاهلي. بنشكر نجومنا الكبار جدا اللي امتعونا النهارده، كابتننا الكبير كابتن شريف عبد المنعم، الف شكر. شكرك كابتن ايمن، شكرك كابتن علاء ميهوب الموهوب، شرفتنا النهارده كابتن علاء. شكرك يا ابو شكرا ليك يا ابو شكرا. كابتن محمد يوسف مدير فني المستقبل ان شاء الله، الف شكر. شكرا كابتن، شكرا. كابتن عادل مصطفى اسطوره التعليق اللي جايه ان شاء الله والتحليل باذن الله، ربنا يخليك. الف شكر. الف شكر ليك كابتن. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.